السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافت. اليوم راح أتكلم عن أسرار عناية الممثلة بريانكا ببشرتها، وتقول إنها تستعمل ماسك الحمص والكركم والزبادي، ومعروف الحمص إنه مقشر ومطهر للبشرة ويفتحها ويرطبها لاحتوائه على الأحماض الأمينية التي تساعد على تجديد صبغة الميلانين ويعالج التجاعيد ويخفف الهالات السوداء حول العينين. ويحتوي الحمص على الزنك الذي يحارب العدوى التي تسببها حب الشباب، والمغنيسيوم والمعادن المفيدة للبشرة. ويقوم الحمص بتوازن زيت البشرة، حيث يقوم بتنظيف وامتصاص الزيت الزائد، ويعالج البشرة من التصبغات مثل الكلف وحروق الشمس. ويحتوي دقيق الحمص على مضادات للأكسدة، مما يمنحه خصائص لكافح الشيخوخة. ويمكن استخدام دقيق الحمص أيضا لعلاج خشونة وجفاف وتشقق الكوعين والركبتين، ولاستعادة الحيوية والنعومة والبياض لهذه المناطق. إذا ما كان عندك دقيق الحمص، تقدرين تطحنين حبات من الحمص في مطحنة القهوة. والكركم المضاف لهذا المقشر يعد من مضادات البكتيريا، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين إي، وهو من الفيتامينات المهمة لترطيب البشرة. ويساعد الكركم على تنشيط خلايا البشرة، مما يساعدها على التخلص من الجفاف والحصول على الرطوبة اللازمة. أما فوائد الزبادي للوجه، يرطب البشرة ويمنح البشرة النضارة ويقشرها ويجعلها صافية، ويزيل الهالات السوداء ويحارب حب الشباب ويهدئ حروق الشمس. يوضع هذا المقشر على الوجه والجسم ويفرك بهدوء، ويترك من 15 إلى 20 دقيقة، ثم يغسل بالماء، وبعدها يرطب الجسم بأي كريم مناسب لك. ممكن عمل هذا المقشر مرة في الأسبوع، ويفرك في الأماكن الداكنة، ويحفظ في مكان بارد أو في الثلاجة لمدة 3 أيام. أما المقشر الثاني للشفايف بماء الورد وزيت الجليسرين والملح البحري، يوضع على الشفايف ويفرك بلطف لإزالة الجلد الميت، ثم يغسل بالماء. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، واتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.